بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هنبدأ بظباط 8 أبريل، واللي جم بعديهم من ظباط اللي بعد ظباط 8 أبريل هنتكلم عليهم في ملخص بسيط. دلوقتي الثورة قامت والرئيس المخلوع راح لحال سبيله، أو يعني كان وضع الظاهر العام إن هو راح وهيتحاكم، واللي هو محسن الفنجري عظم للشهيد، فأصبح الشعب كله ملأه الفرح والسعادة لأنه كان عنده أمل تحقيق مطالب الثورة. ولكن حتى 8 إبريل والرئيس المخلوع كان ينعم ويرتع في جنات شرم الشيخ ومحدش كلمه ولا أي شيء حصل ومحدش حاسبه. كذلك أحداث 9 مارس والكشف على عذرية البنات وحرق الملفات وما أثير من الفتن الطائفية. ليقول لك أختي كاميليا، أختي كاميليا، طب ما تقول أختي سميرة بتاعت العذرية، دي كلها كانت فتن. اللي قال عليها حسني مبارك يانا يا الفوضى. ونهب ثروات البلاد كما ذكرت جميع وسائل الإعلام، ومسرحية نعم ولاه اللي ضحكوا بيها على الشعب المصري على ما حسني مبارك ست في ورقه وبيشوفوا مدى ذكاء الشعب المصري، وحملة الصناديق اللي قال عليها غزوة الصناديق، كل ده كان كلام فوضى كله، والثورة ضاعت. وكمان بتوع الصفقات لازم نقولهم في كل مكان، بتوع الصفقات لأن دي بلدنا وانتوا عارفين مين هم بتوع الصفقات. عشان كده الشعب كان عنده أمل في الجيش فقلب 180 درجة على الجيش، وظهر استياء الشعب على الجيش، وبدأت ثورة الشك في الجيش، والجيش ده هو عماد الوطن. فالناس مش فاهمة ومش عارفة بتفرق بين الجيش والمجلس العسكري، الناس مش فاهمة. عشان كده نزل ضباط 8 أبريل، لأن هم أقسموا للجيش والشعب مش أقسموا للمجلس العسكري. ده مجلس سياسي، احتمال الصواب والخطأ واحتمال كل شيء. فالضباط نزلوا سلميين، ما عندهمش أسلحة ولا تبع أجندات أجنبية ولا محلية ولا أي حاجة، حسوا بوجيعة الشعب ونزلوا وقالوا الجيش والشعب إيد واحدة، اوعوا تفقدوا الثقة في الجيش. هو ده ذنبهم؟ طب والأمريكان اللي هم اخترقوا مصر عملوا فيهم إيه؟ طيارة جت راحت واخدهم وراحت ماشية. وبتوع الصفقات عملوا ايه؟ ومعلش انا برضو اسف، الاستاذ خيرت الشاطر كان عفو صحي ثم اصبح عفو شامل او مبراءة، كل دي في صفقات الضغوط الاجنبية. انما ظباط 8 ابريل واللي جم بعديهم عايزين ضغط الشعب، ما لهمش الا ضغط الشعب بعد الله، فلازم الشعب يقف معاهم. ظباط 8 ابريل رجعوا عشان يعيدوا الثقه الى المؤسسه العسكريه. طب حصل معهم ايه؟ اول حاجه حكموا عليهم طبعا عشان يعملوا لفته كده، 13 واحد منهم في الاول حكموا عليهم ب 10 سنين. بس انا قبل ما اقول 10 سنين نقول حاجه ثانيه. ظباطنا قعدوا، اول ظباط اللي هم بتوع 8 ابريل قعدوا 52 يوم في المخابرات 75، ما كناش نعرف عنهم حاجه كمان في الاول. كانوا زي اهل الكهف، ما كناش عارفين ماتوا ولا عايشين ولا ايه، حاجه مش معقول ابدا. كانهم وقعوا في الخطا والخطيئه. ده هم وقفوا مع الشعب، الوحيدين اللي وقفوا مع الشعب اللي هم عملوا صفقه ولا اي شيء وحش. طيب 52 يوم، والظباط بتوع 27 مايو خدوا مده اكبر في المخابرات، والظباط بتاعه 20 نوفمبر خدوا على ما الحكم يصدر عليهم بعد شهر وبعدين 4 شهور. في فين؟ في المجموعة 75. المجموعة 75 دي عبارة عن ايه؟
بيقعدك في الاوضه متر في متر وبيعصب عينيك وقاعد على حته كرسي والبطانيه على الارض، لا مخده ولا اي شيء، وحته نومه يروح عاملها لك كده. انا بتحدى لو حسني مبارك قعدوه 10 ايام بس هو والناس بتوعه زي ظباطنا دول، كانت ثروات مصر كلها رجعت واموالنا كلها رجعت. الشعب المصري ضايع يا اخوانا، الشعب المصري بيضيع. وبعدين برضو بعد ما قبضوا على ظباطنا ودوهم في السجن الحربي 21 ظابط، ظباط طبعا اول ما راحوا كان الاوضاع عاديه شويه، ده بعد ما فين؟ بعد المخابرات اما خدوا فيها بقول لك متر في متر وعصب عينيه وحقق معاه ساعه ما كان معصب عينيه عشان ايه؟ يمضي زي ما هم عايزين. طيب بعديها بقى صدر عليهم حكم، الاول كان 10 سنين كده هتة، وبعدين قابلنا سياده المشير في 2/7 وانا واحد من الناس كلمته كتير قوي، وان شاء الله في جلسه تانية هروح اقابلكم. انا قلت له ايه؟ انا لا اخف الحق لومة لائم ما دام باسلوب كويس بقول كل اللي عندي. المهم عادوا تاني المحاكمه تاني، حاضر يا فندم، عادوها تاني وخدوا على الاكثر 3 سنين. يعني في ظباط 8 ابريل 16 واحد منهم خدوا 3 سنين بعد كده يعني، وخمسه خدوا 2 سنين. وبعد كده ظباط 27 فبراير 27 مايو 27 مايو اولا هم كانوا 6 اثناء المحاكمه شالوا 2 منهم لان انا كنت حاضر كل شيء. وبعد كده بقوا 4 فيهم ظابط حكموا عليه سنه وفعلا طلع قبل السنه، وفي هيبقى بقى دلوقتي 3 ظباط، 2 واخدين 3 سنين وواحد واخد سنه. اللي واخد سنه ده هو عقيد متقاعد عبد العلي الشهابي اللي كان هيرشح نفسه رئيس جمهوريه بس لسه قاعد السنه، يعني في واحد يعني. المهم دلوقتي 27 مايو فاضل 3، وحركه 20 نوفمبر لسه ما صدرش عليهم الحكم وقاعدين في المجموعه 75، وانتوا عارفينهم اللي هو الرائد احمد شومان والرائد تامر والنقيب عمرو المتولي.